اسم البرنامج خلطة شاري، بما ان البرنامج هيبقى خلطات ووصفات من المطبخ ومن الاكل ومن الطبيعة تخص صحتنا وجمالنا وجسمنا والامراض المختلفة، وكل دوت هنلخصه في جزء منه او جزء من العلاج، علاج من الطبيعة، من الاكل ومن الفاكهة ومن الخضار ومن العصاير ومن الحاجات الطبيعية كلها. احنا قلنا يعني كنا عايزين برضو نعرف البرنامج هيبتدي امتى. في خلال شهر 9، اللي هو مفروض في خلال خطة تطوير قناة صدى البلد، هيبقى في خلال شهر 9، وان شاء الله هيبقى يوم الخميس والجمعة هوا من 1 لـ2 الظهر. انا كنت لسه بقول ان احنا البرنامج ما فيش فيه ليه منافس في مصر، يعني يمكن فكرة البرنامج جات من فكرة برنامج دكتور أوز، هو طبيب وبيقدم برنامج شهير في امريكا وبيبسط المعلومة الطبية بشكل سهل جدا الناس تفهمها. يعني مثلا طلعت عشبة معينة بتساعد في التخسيس، فيبتدي هو بطريقة، واتعملت كبسولات مثلا، فيبتدي هو بطريقة سهلة جدا يشرح ليه وبتعمل ايه وفايدتها ايه، يجيب ناس تعمل حاجات وصفات صحية ويربطها بالصحة. فالبرنامج ما فيش في مصر دكتور او طبيب بيقدم برنامج، في جزء منه في المطبخ وجزء منه هيبقى مع دكاترة متخصصين وخبراء في مجال التغذية وفي التجميل، ومع في جزء رياضة برضو، يعني في جزء في البرنامج احنا احتمال يبقى فيه خارجي، نصور في الجيم، نصور مع كباتن، يعني احنا كل حاجة تتعلق بالصحة احنا هنتكلم عليها.